عودة من جديد لحلقة النهاردة من 10 الصبح في الأهلي. أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. الحقيقة خلال سنة فاتت النادي الأهلي فاز بالعلامة الكاملة، وكان عندنا مكاسب كتيرة على أكتر من صعيد، قد يكون من أهمها على الإطلاق هو فوزنا بمدربنا مارسيل كولر، اللي الحقيقة يعني ناس كتير بتعتبره أنه هو من أهم الصفقات اللي حصلت في الفترة الأخيرة في النادي الأهلي، لأنه الحقيقة الراجل قدم يعني كتير جدا، مدرب منطقي، مدرب فاهم، قدر أنه يحظى بثقة الجمهور وباحترامه، طور الأداء بتاع كل اللعيبة. الحقيقة كلنا عندنا يعني نفس الانطباع ده عنه، وأكيد ثقتنا فيه بتكبر يوم بعد يوم أنه يقدر يحقق العلامة الكاملة في الموسم اللي جاي كمان إن شاء الله. حديثنا متواصل عن كولر وعن النادي الأهلي والاستعدادات للسوبر الافريقي وكمان قرعه الدوري للموسم الجديد، كل ده هنتكلم فيه مع ضيفنا اللي منورنا كابتن ياسر مصطفى نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل عليك يا كابتن، واهلا بك كريم. انا سعيد اني موجود مع حضرتك وكابتن هواندي، سعيد اني موجود في قناه النادي الاهلي، وببقى دايما سعيد وانا موجود معاكم. صباح الهنا، واحنا بنبقى سعداء بالمفاجآت، يعني بص كل مره صوره مختلفه دي من الانستغرام. ها ايوه وكابتن كريم برضه، بس انا مش فرعوني بقى، انا مش فرعوني يعني. انا هنا اهلاوي يعني، انا هنا اهلاوي عشان بدايه الدوري بقى، فحطينا للكابتن كريم. عايزين نقول بس يعني على فكره كل مره بيجي لنا كابتن ياسر بينورنا، يعني بعيدا عن الصوره اللطيفه اللي بتكون في الاول، بصوا بقى جوه والتنظيم بتاعه يعني كالعاده فظيع يعني. يعني فظيع في تقسيماته ده. ايه بقى كابتن برضو اشرح لنا كده مبدئيا. بص حضرتك، طبعا امبارح كان في النادي الاهلي قرعه الدوري الممتاز، فجبت طبعا النادي الاهلي في الدور الاول كل ماتشاته، والاسبوع الاول من الدوري الممتاز، وماتشات الاهلي في السوبر الافريقي اللي هو يوم الجمعه الجايه، وماتش الاهلي في دوري الابطال اللي هو يوم 24/9. يعني عملنا زي الاجنده بتاعت الشهر ده، يعني عشان الناس تبقى متابعه معانا. احنا هنتناقش بقى في الاجنده دي. خلينا نبدا بالاهلي واتحاد الاتحاد الجزائري والسوبر الافريقي ان شاء الله الجمعه القادمه، عشان دي المباراه يمكن الاقرب دلوقتي. هبدا معاك بسؤالي عن هل لما باجي الاعب فريق منافس حتى وان كانت يعني مباراه بطوله زي السوبر الافريقي، لكن في فارق كبير جدا في المستوى، في فارق كبير جدا في عدد البطولات، ويعني في برضو خلينا نقول الفنيات وغيره، هل انا مفروض ادخل مطمن؟ يعني انا بتكلم ان انا 8 مرات حاصل على هذه البطوله، يعني على الصعيد الثاني دي اول مشاركه للاتحاد الجزائري، ففي فارق كبير جدا، هل انا مفروض كده اضمن هذه البطوله وهذه المباراه، ولا الموضوع لا يقاس تماما بهذا الشكل كمان وحصلت قبل كده على مدار السنوات خلينا نقول او الازمنه السابقه؟ طبعا كلام حضرتك مظبوط جدا، لكن في كره القدم مفيش حاجه مضمونه. ليه؟ لان بدايه الماتش دوت جاي في بدايه موسم، وفتره اعداد لسه الفرقه عامله، وفي لعيبه كانت في المنتخب ولعيبه في المنتخب الاولمبي، ففي توقيتها بالنسبه للنادي الاهلي طبعا باذن الله النادي الاهلي ياخد البطوله، لكن توقيتها بالنسبه للنادي الاهلي توقيت صعب، لان في حاجه اسمها فورمه المباريات محتاج اللعيبه ياخدها، فهي جايه في توقيت صعب جدا، بعد فتره اعداد قصيره مش كبيره جدا، بعد بطولات النادي الاهلي السنه فاتت 5/5، فبالتالي هو ماتش صعب مش ماتش سهل، وفي زي المهاجم اللي لسه جاي امبارح، لسه المفروض ان هو هيسافر مع الفرقه، لسه ما تاقلمش مع الفرقه، فكل دي صعوبات، لكن دايما احنا متعودين النادي الاهلي دايما ان شاء الله ما فيش حاجه مستحيل، ودايما متوقعين ان شاء الله فوز النادي الاهلي. في ضوء على ذكر الصفقات الجديده طبعا رضا سليم وامام عاشور ومؤخرا المهاجم الفرنسي، يعني في رايك كده ان شاء الله انعكاسات وجود الثلاث اسماء دول ضمن سكواد النادي الاهلي هتكون واصله لفين؟ وهل ممكن نشوف ان هم بيبادروا بالمشاركه مع بدايات انطلاق الموسم الجديد في كل البطولات، ولا ممكن يبقى في تاني في التطعيم بيهم في السكواد؟ هو في كمان اكرم توفيق كان مصاب وما لعبش من السنه اللي فاتت، فاعتقد انا وجهه نظري يعني كمدربين، يعني لما باجي بحط حد بحطه سنه سنه، يعني مثلا مش هقدر ابدا بالثلاثه مره واحده، يعني المهاجم لسه اعتقد ممكن ياخد ربع ساعه 10 دقائق، امام عاشور برضك لسه يعني ما دخلش قوي محتاج برضك وقت، نفس الحكايه رضا سليم هو لعب الجيش وفوزنا 1-0، لكن اعتقد ان المدرب بيبدا يحط اللعيبه، ولا احنا هم كمان لحقوا المعسكر، ففكره الاندماج اتحققت في حالته. هو رضا سليم طبعا، وطبعا امام عاشور كان معاهم، لكن المهاجم لسه جاي. انا بكلمك على امام وعلى رضا. اعتقد ان هم هياخدوا وقت يعني شويه شويه عشان يخشوا في التشكيل الاساسي، لان النادي الاهلي نهى الموسم 5/5، فبالتالي هو عنده قوام الفرقه جاهز، التشكيل اعتقد ان هو واضح للجميع، فبالتالي لو هو هيبدا يديلهم هيبدا يديلهم بالتدريج، يعني شويه شويه مش هيبدا يديلهم من اول المباراه على طول.
ده وجهة نظري. طيب خلينا احنا هنروح لملفات مختلفه وهنرجع تاني، يعني الحديث مفتوح، بس هبدا مع حضرتك بقى بالموسم الجديد للدوري المصري. ودايما بنبقى قبل اي موسم او بدايه قبل موسم بنبقى اول رقم واحد مركزين على كذا حاجه. رقم واحد طبعا مستوى الاهلي وما سيقدمه الموسم الجديد، حتى وان كان الموسم الماضي من المواسم كنت انا وكريم بنقول الاستثنائيه جدا للنادي الاهلي، ولكن برضو انت لما بتوصل مع الجماهير لمستوى معين بتبقى منتظر بقى، او الجماهير منتظره منك الافضل، فدي نقطه صعبة. النقطة الثانية التنافسية اللي هتكون موجودة، هل نقدر نقول الموسم ده هيشهد تنافسية أكبر من الموسم اللي فات؟ الموسم اللي فات قلنا دي بداية التطوير أو بداية التغيير في شكل الدوري المصري، أن أنت شفت صفقات بالأعداد الكبيرة جدا، الفرق اللي أخذت 15 و21 صفقة، مديرين فنيين بقى فكر مختلف، يعني كان في تبديل، كان في إعارات حتى في النادي الأهلي، فأنت داخل موسم جديد وبتبني على اللي فات، هل ده بيأكد لنا أن الموسم ده هيكون موسم قوي كمان، خاصة بالنادي الأهلي أنه ممكن يكون أفضل كمان من اللي فات؟ وجهة نظرك. طبعا هو سؤال يعني صعب جدا لأن دخلنا في كذا حاجة يعني، لكن هو سؤال مهم جدا، أي حد يعني منطقي السؤال، لأنه في توقيته توقيت مهم جدا، هو بداية موسم وانتقالات وكده. فبالتالي احنا لما نيجي نتكلم على حتى الماتشات الدوري، لما نيجي نتكلم على بداية النادي الأهلي عنده النادي المصري، واحنا نهينا مع النادي المصري وبدأنا مع النادي المصري، لكن النادي المصري غيروا حوالي 20 لعيب وحتى المدير الفني. احنا طبعا هنا كان علي ماهر، انت هتلعب مع المصري بس مع مصري تاني. ايوه الاسم بقى. ايوه فبالتالي المنافسه صعبه جدا. بيراميدز برضك دعم بشكل كبير جدا، النادي الاهلي ما خدش راحه كافيه، لكن الفرق دي كلها خدت راحه كافيه عنهم. النادي الاهلي لعب في بطولات كتير جدا، لكن لما نيجي نتكلم على الفرق، يعني مثلا المصري عمل تدعيمات قويه جدا، زد دخل اول سنه ليه لكن عامل تدعيمات قويه جدا حوالي 23 لعيب، بيراميدز عامل تدعيمات قويه جدا، فبالتالي المنافسه مش سهله. وبعيد عن كل ده، اي حد بيجي يلعب قدام النادي الاهلي بيتحول يعني بيحاول يبقى 200-300%. وعلى فكره لو انت جيت فكرت يعني فيها، ده لمصلحتنا، ان في الاول وفي الاخر انا كنادي اهلي انا دايما حاطط نفسي الحمد لله في رقم او رقم واحد، ده بلغه الارقام بلغه الواقع، لكن انا برضو ان انا اقعد اكسب 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 بسهوله ما فيش متعه. انا عايز انديه تيجي تنافسني زي الانديه، مش بلاش اقول زي الانديه بس، حتى الانديه اللي صعدت، حتى الانديه اللي هي بتبقى في الترتيب في الاواخر او مش في الرانكينجز الاولى، انا عايز الانديه دي تيجي ويبقى عندها طموح ان هي توصل لمنافسه النادي الاهلي، وكمان المنافسه على المركز الاول او الثاني. احنا على فكره هو طبعا كل الناس بتنافس على المركز الثاني بعد النادي الاهلي، ده الطبيعي، لكن احنا بنتكلم ان في فرق بتيجي قدام النادي الاهلي بتبقى يعني مش محتاجه المدرب بتاعه، لان معظم اللعيبه يوم ماتش النادي الاهلي، انا كنت شغال في الدوري الممتاز واشتغلت بره النادي، فمعظم اللعيبه بتبقى مش محتاجه الماتش بتاع النادي الاهلي ده تحفيز من المدربين ولا كده، لان كل لعيب عارف ان الماتش متشاف بشكل كبير جدا، بيبقى المدرب بيعمل افضل ما عنده، يعني بيقدم مليون المية فوق، اكيد لانه عاوز يبان قدام النادي الاهلي، عاوز يبقى موجود في النادي الاهلي. ده اللي انا بقوله على فكره، وكل لعيب في مصر عنده طموح انه يتمنى يلعب في النادي الاهلي، فالموضوع بيبقى ماتشات النادي الاهلي بتبقى ماتشات صعبه جدا على الفرق الثانيه اكتر من النادي الاهلي، لان طبعا النادي الاهلي نمبر 1 في افريقيا ونمبر 1 في الوطن العربي، فبالتالي مفيش قلق على النادي الاهلي. هو النادي الاهلي كمان يعني من قديم الازل طول عمره نمبر 1، بس في ازمنه سابقه اثناء ما كان بيحتل النادي الاهلي المركز الاول برضو كنت بتشوف منافسه شرسه جدا ومن فرق كتير، بس كلها على المركز الثاني يا كابتن كريم. بغض النظر احنا لا مش بنتكلم دلوقتي على المراكز، احنا بنتكلم على فكره ان يبقى في منافسه حقيقيه في الدوري، عشان حتى متعه المشاهده تتحقق، فكره ان انت تبقى قاعد بتتفرج على المباراه وانت مش عارف يا ترى هتسفر عن ايه. أيوة. احنا دايما اعتقد السنه دي ان هيبقى في ماتشات كتيره صعبه، لان في فرق كتيره دعمت بشكل كبير جدا، زي ما قلت لحضرتك المصري دعم بشكل كبير جدا. ماشي، طب من الموسم اللي فات كان في فرق كتيره مدعمه وباعداد كبيره، بس هل شفت يعني انعكاسات طيبه للتدعيمات اللي حصلت في الفرق دي، ولا حسيت ان هي زي ما هي ما روحناش بعيد؟ اعتقد ان بيراميدز اقرب فرقه ممكن تبقى في منافسه قويه مع النادي الاهلي السنه دي بشكل كبير جدا، يليها المصري بشكل كبير جدا، اعتقد ان الفرقتين دول هيبقى ليهم السنه دي شكل مختلف عن الموسم اللي فات. يعني بيراميدز والمصري اعتقد ان هم هيبقى، لان الاستقرار الفني بتاع بيراميدز وتدعيم بعض اللعيبه، هم اصلا عندهم مجموعه لعيبه قويه جدا،
ودعموا تدعيمات قويه باستمرار الجهاز الفني بتاعهم باتشيكو، فبالتالي اعتقد ان هو بيراميدز هتبقى منافس قوي للنادي الاهلي. يجي بعديهم النادي المصري، عملوا تدعيمات قويه جدا، غيروا المدرب، موجود الكابتن علي ماهر من المدربين طبعا ابناء النادي الاهلي، لكن هو مدرب شاطر جدا. فاعتقد ان الفرقتين دول اكتر فرقتين هيبقى فيهم منافسه مع النادي الاهلي الموسم ده. طيب ده بوجهه نظري الشخصيه. طيب هروح بقى انا وكريم معاك برضو للصفقه الجديده والمهاجم الجديد مودستو. بقى لنا فتره بنسمع عايزين مهاجم عايزين مهاجم، القصه كلها لا تقاس بهذا الشكل. لما بيبقى في يعني رغبه من المدير الفني ملحه ان يكون عندك مهاجم، انت بتجيب. انت دلوقتي عندك خط هجوم، يعني كنا بنقول مش خط واحد، ده انت عندك خطين اسماء طبعا كلها كبيره جدا، بالاضافه دلوقتي لمودست واحد جاي لك ولاعب كبير طبعا بروسيا دورتموند، نادي كبير جدا جاي من الدوري الالماني، فارق كبير جدا لو حتى بتتكلم عن يعني عامل السن او غيره اللي هو بيأديه في الدوري الالماني. لو جه ادى نصه في الدوري المصري اعتقد هيكون كافي ونص، لكن مش هي دي المعادله. المعادله ان ده اسم نادي الاهلي اختاره، فاكيد لما هيجي هيكون على قد هذه المسؤوليه واكيد هيضيف للنادي الاهلي. فوجهه نظرك في هذه الصفقه، وفي نفس الوقت ازاي ممكن ان احنا كمان نستغلها في الفتره اللي جايه؟ يعني انا عايز اسمع برضو كابتن ياسر، انك عندك خبره كبيره جدا كمان في الملعب. انا شايف حضرتك السؤال ده مهم جدا، لان في ناس بتتكلم على عنصر السن بشكل كبير، لكن اعتقد ان احنا عندنا مهاجمنا كان ينقصهم واحد يلعب بدماغه شويه، يعني هو مميز ده مميز فيها جدا. احنا عندنا بنقدر ننهي الهجمات من على الاطراف بشكل كويس جدا، عندنا الجناب بتاعت النادي الاهلي تقدر تعمل كورسات بشكل كويس جدا، لكن ما كانش عندنا المهاجم اللي يلعب بدماغه على الجون كويس. فدي كانت نقطه مهمه جدا. وبعدين موضوع السن، انا كل ما حراسه المرمى كل ما في حارس بيكبر في السن كل ما بيبقى تمركزاته اعلى وكل ما يبقى مستواه بيزيد، زي ما شفنا هي حراسة المرمى ليها سن او معادله، واللعيبه والمهاجم ليه سن ومعادله ثانيه. ما انا بقول كده ليه؟ عشان اوصل لك يعني. هو جاي النهارده، النهارده الموضوع الموضوع جاي جامد معايا، الاسئله كلها جامده يعني. فهو المهاجم دوت سنه كويس جدا، مش كبير قوي لدرجه ان انا اتكلم كده، لكن هو هيبقى عنده خبرات في التحركات بشكل كبير جدا، ويقدر ياخد الخطوات ويقدر يقطع العارضه القريبه، هو بيعملها كويس جدا. لو حضرتك شفت الفيديوهات بتاعته هتلاقيه دايما بيقطع العارضه القريبه بشكل كويس وبيلعب بدماغه بشكل كويس جدا، وبيقبض بين الجناحين. كان واحد عندنا في النادي الاهلي كان عماد متعب اللي كان بيقدر يعملها. فبالتالي احنا كنا محتاجين حد يلعب بدماغه كويس جدا، فاختيار موفق من وجهه نظري 100%. هو احنا كان ليه الفتره اللي فاتت ما عندناش هادر مميز؟ مش المفروض ان دي من ضمن المهارات اللي المفروض تكون موجوده عند اي لاعب وكمان مع التدريب عليها؟ ايوه طبعا طبعا، بس طبعا في مهاجم بيبقى مهاجم صندوق بيقدر يلعب من تحت برجليه كويس، في بيبقى محطه، في بيبقى هيدرز، يعني بيبقى عنده حته زايده شويه. هو دوت انا شايف ان عنده الحته اللي هي مش موجوده في المهاجمين بتوعنا، فيكملوا بعض، يعني يقدر يشتغلوا عليها كويس جدا، لان هو بيشتغل على الحاجات اللي في الهواء دي بشكل مميز، وبيقطع على القريبه وبيقدر يحط في الزوايا القريبه، ودي بتبقى اصعب على حراسه المرمى. طب احنا كنا احنا لسه بنقول ان احنا دلوقتي بقى عندنا مش خط هجوم واحد، احنا تقريبا عندنا خطين. هل ده هيستدعي من كولر ان هو يسرع في عمليه التدوير ما بين اللعيبه؟ لان الاختيار صعب الحقيقه. بص حضرتك لما نيجي نتكلم على الماتشات هتلاقي ماتشات كلها متلاحقه، يعني تلعب يوم 15 بعدين هتلعب يوم 19 وبعدين هتلعب في دوري الابطال يوم 24، فهيحتاج من بدري. وبعدين اللعيبه كانت في المنتخب ولعيبه في المنتخب الاولمبي، فالموضوع برضك مش سهل، فالموضوع محتاج ولعيبه دوليين مع منتخبات أيوة بلادهم. ايوه طبعا، وعلي معلول في تونس، لعيبه كتير. فبالتالي هو مدرب ذكي محتاج ان هو يطور من اداء الفرقه بشكل كويس جدا، فده انا شايف المهاجم ده هيدينا حته زياده في حته ناحيه اللعب بالهيدرز، دي مهمه جدا ما كانتش موجوده في الفرقه، واعتقد ان شاء الله ان هو هيكون اضافه قويه جدا لخط هجوم النادي الاهلي من وجهه نظري. وبعدين عنده خبرات عاليه جدا، لعب على مستويات جامده جدا، يقدر يشتغل في افريقيا، يقدر يشتغل في كاس العالم للانديه، ودي كانت من اهم الميزات ان هو جه النادي الاهلي، ان هو يلعب في كاس العالم للانديه، ودي هتفيدنا جامد جدا في الحاجات الكورسات دي والقطع على العارضه القريبه واللعب بالهيدرز، يعني هيزود لنا الناحيه الهجوميه في الحته دي كويس جدا، وهو مميز فيها بشكل جامد جدا. فاعتقد ان هو صفقه مميزه ان شاء الله، واعتقد باذن الله ان هو هينجح في النادي الاهلي.
هي صفقة مميزة، وبرضو عشان نقفل هذا الملف، السن عامل السن دلوقتي اختلف تماما عن الأزمنة الماضية. كان زمان اللاعب ممكن ان هو يعتزل 28 سنة و30 سنة، كنا بنشوفها في الأجيال السابقة، لكن دلوقتي اللعيبة يمكن اللي غير هذا المفهوم أصلا إبراهيموفيتش تحديدا، فيعني وجي بعده كتير ومنه كريستيانو وغيره. فأعتقد الفكرة حاليا مع الحداثة في كرة القدم والطب وغيره، لا تسمح ان انت تكمل لل 40 وفوق ال 40 كمان. السن بقى دلوقتي عامل مش العامل الاساسي، مش الاساسي، المهم ان الفورمه الرياضيه بتاعته، الاستشفاء بتاعته يعني بشكل كويس، بيتمرن بشكل كويس، واعتقد ان هو نهي الموسم بشكل كويس جدا. صحيح. وبعدين وكان عنده عروض اخرى كمان، بس طبعا النادي الاهلي نادي القرن وبطل عرض لا يرفض، وهيلعب في كاس عالم للانديه ودي حاجه مهمه جدا، فطبعا بالنسبه له برضك هو يضيف للسي في بتاعه اكيد، هو عارف هو جاي فين. طبعا طبعا انا اعتقد ان شاء الله ان هو صفقه مميزه جدا واختيار موفق من النادي الاهلي. توقعاتك ايه بقى على ذكر كاس العالم للانديه؟ شايف ان النسخه دي ان شاء الله الاهلي ممكن يوصل فيها الى اي حد؟ والله نتمنى باذن الله ان احنا نوصل للنهائي وناخد البطوله، لكن ما كل زي ما كابتن نهاوندي بتقول في بدايه الكلام، احنا توقيت البطوله توقيت صعب جدا، ونتمنى ان هم يعني يعملوا بطوله بشكل مميز جدا ونوصل للبطوله، واحنا نكون وصلنا الفورم المباريات بشكل كويس جدا، وان شاء الله باذن الله نتمنى ان احنا نوصل ابعد من المركز الثالث، نوصل اول او ثاني ان شاء الله، ليه لا. مانشستر سيتي في خلينا نجنبها دلوقتي، شيء لا ولازم نجنبه خليه بعدين. ايه اصعب ماتش شايفه؟ هل احنا مثلا ممكن نتكلم عن اتحاد جده؟ ماتش صعب جدا طبعا. اتحاد جده من الانديه الكبيره جدا في السعوديه، هو هيلعب ماتش الاول واعتقد ان هو هيفوز بوجهه نظري، وماتش الاهلي واتحاد جده من الماتشات الصعبه جدا جدا، لكن النادي الاهلي برضك فرقه كبيره ومعمول لها حساب جامد جدا في السعوديه، انا كنت شغال في السعوديه وعارف، وعندنا هتلاقي المدرج بتاع النادي الاهلي مليان. طبعا مليان كومبليت. طب والتدعيمات اللي هم دعموا بيها فريقهم مؤخرا ايه وضعها بقى؟ والله برضه مش هتلعب اتحاد جده المعتاد. ايوه انت هتلعب، انا متابع وبتفرج على الماتشات وماتشات كلها قويه وكده طبعا، لكن برضك انت اتحاد جده هيلاعب النادي الاهلي. النادي الاهلي 5 من 5 الموسم اللي فات، النادي الاهلي بطل افريقيا، النادي الاهلي بطل الابطال، فيعني هو برضك هيلاعب النادي الاهلي اكيد بكل تدعيماته، احنا النادي الاهلي بكل تدعيماتنا، واحنا عندنا استقرار، هم عندهم برضك لسه يعني الفرقه يعني ما فيش الاليه في الاداء بتاعه الفرقه بتاعتهم لسه، من هنا ومن هنا ومن هنا، لكن النادي الاهلي فيه قوام وفي جماعيه كمان، في جماعيه في الاداء، والفرقه بتلعب مع بعض بقى لها مده كبيره. صحيح. فبالتالي هيبقى دي ميزه قويه جدا بالنسبه للنادي الاهلي في المباراه دي، وان شاء الله باذن الله هنعدي الماتش ده باذن الله. كابتن ياسر الوقت بيجري ولا ايه؟ اكيد الوقت جري للاسف، وبيبلغونا الحلقه خلصت، بس حضرتك نورتنا، ممكن انا اتكلمت اكتر منك والله، انا بعتذر انا حاسس كده كنت تستضيفني بقى نورتنا وللحديث طبعا بقيه مع حضرتك اشكرك على وجودك معانا، بنسعد كل مره بتكون منورنا فيها كابتن هاوندو، وبشكركم وشكرا على انا عندي بقى في البيت بقى ايه مجلدات من حضرتك والله، يعني سعيده والكابتن كريم والله بنستمتع بيه، وكنا مفتقدينك الفتره اللي فاتت، يعني ربنا يخلي حضرتك، تسلم طبعا، سعيد ان انا موجود معاكم ودايما بيكون حلقه جميله، يعني ربنا يخليك، جميله بوجودك، احنا بنشكرك على وجودك معنا، شكر جزيل، واكيد الشكر موصول لحضراتكم على حسن المتابعه، ان شاء الله نشوفكم على خير بكره باذن الله، صباح الفل.